عبد الفتاح بتسألني على بابا وبتقولي كلام جميل منها وبتقولي انها ان انا مليانة طاقة. هي بتحس اني مليانة، تقولي بحس اني مليانة طاقة سلبية، ازاي اتخلص منها؟ انتي طاقة ايجابية جميلة بس بشوفك افرح. محدش طبعا يتخيل ابدا 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 ان انا طاقة ايجابية على طول، لا عادي جدا بيجيلي طاقة سلبية زيكم بالايام، ولكن انا لا يمكن وتحت اي ظرف من الظروف اظهر لكم ده. ليه؟ لان انا بحس انها مسؤوليه كبيره جدا ان حد يكتب لي انا باخد منك الطاقه الايجابيه، انا بشوفك بتفائل، انا والله لما ببقى متضايق بدخل على البروفايل بتاعك، فاقوم انا بقى اجي اصدر لك طاقه سلبيه؟ لا يمكن اعمل كده. فمهما كان عندي من طاقه سلبيه لا يمكن اصدرها لكم، بقوم كده كاتماها جوايا وحبساها وبرضو اصدر لكم الايجابي، علشان انا هستفيد ايه يعني لما انقل لك طاقه سلبيه؟ طب انا حصل مثلا عندي حاجه حطتني في وضع خلت جوايا طاقه سلبيه، حصل لي حاجه وحشه، سمعت خبر وحش، حد ضايقني، ايا كان ايا كان، ليه انقلها لك؟ هستفيد ايه يعني؟ هو احنا يعني في لازم نشارك الاحزان يعني؟ لا انا ما احبش كده ابدا. لو دخلتوا على البروفايل بتاعي ولا عمركم هتلاقوني بشتكي، ولا عمركم هتلاقوني بعيط، ولا عمركم هتلاقوني بولول، ماليش في الاجواء دي خالص، حتى في اصعب مواقفي في اي وقت، حتى وانا مصابه ومريضه واخده غرز في وشي هتلاقوني برضو بصدر لكم طاقه ايجابيه، حتى لو ده مش هو اللي جوايا، لان هي مسؤوليه كبيره جدا. فازاي تتخلصي من الطاقه الايجابيه؟ تحوطي نفسك بناس ايجابيين. سوري، ازاي انا اسف، ازاي تتخلصي من الطاقه السلبيه؟ تحوطي نفسك بناس ايجابيين، ما تنغمسيش بقى. يعني تلاقي مثلا واحده ايه متضايقه، تقعد بقى تسمع اغاني حزينه وتقعد تفتكر كل الاحزان بقى اللي في حياتها، فايه يبقى الحزن اللي بقى كان قد كده بقى قد كده؟ لا خالص، اشغلي نفسك بحاجه، خدي قرار ان حاجه واحده بسيطه انا هعملها النهارده واستمري عليها. من ابسط الحاجات مثلا هقول لكم حاجه، انا في بيجي لي ايام كده ببقى متضايقه عادي، ما انا بني ادم، موارد ان تحصل اي حاجه تضايقني، حد بحبه يحصل له حاجه تضايقني، زي موقف بابا ده اكيد انا متضايقه يعني اكيد. اخد قرار كده، مش انا هصحى بكره هروق السرير والبس حلو، حاجتين بساط قوي، هروق السرير والبس حلو، فما ببص كده على السرير متروق وانا شكلي كويس، مش بيبقى شويه عندي اقبال على الحياه، شويه مش بقول 100%، بس بحس ان انا عملت حاجه، فابدا اخد الخطوه الثانيه. طيب انا هنزل دلوقتي هروح الهوا، مش هكشر في وش الناس، هضحك في وشهم، مش دايما بقدر اعمل ده، بس بحاول بقدر الامكان ان انا اعمله في ايام كتير، يعني مش كل يوم انا جايه لكم والضحكه من الودن للودن انا كويسه، لا خالص. فحاولي كده ايه بيقولوا عليها، فيك ات تيل يو ميك ات، اضحكي على نفسك لحد ما تصدقيها، فاقعدي كده اعملي حاجات ايجابيه، اضحكي، حاوطي نفسك بناس ايجابيه، لو بتحبي تنزلي تتمشي انزلي تمشي، لو بتحبي تطبخي ادخلي اطبخي اكله حلوه، لو بتحبي تتفرجي على افلام اختاري فيلم ايجابي اتفرجي عليه، بتحبي تسمعي موسيقى اتفرجي عليها، القران بيريحك شغلي قران في البيت، القران على فكره من الحاجات اللي بتطرد الطاقه السلبيه جدا جدا جدا. انا معرفش ليه يعني عندي كده علاقه وثيقه بسوره البقره، سوره البقره بالذات لما ببقى متضايقه لازم اشغلها في البيت، بحس انها فرقت، ما حدش يسألني ليه، أنا معرفش ليه، هي بتفرق معايا، يعني مش قادرة أقول أسباب معينة أو ما فيش حاجة معينة أنا بعملها، أنا مجرد إن أنا بشغلها وبالتحديد بشغلها وأنا داخلة أنام. بحسها كده، بحس إن أنا بصحى أحسن وبنام أحسن، فدي برضو من الحاجات اللي بعملها، فهي حاجة شوفي حاجة كده بتريحك وامسكي فيها قوي. أقول لكم حاجة تانية بتطرد لي الطاقة السلبية، منى صاحبتي. لما ببقى في أسوأ حالاتي والله العظيم من غير تفكير بالبيجامه اقوم لابسه حاجه على البيجامه وطالعه على منى، منى انت فين؟ واروح لها ايا كان مكانها، ممكن اقعد معاها اليوم كله، ممكن تاخدني ونروح اي مكان وبات معاها، بحس ان انا قعدتي معاها بتقلل جدا 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 من قدر الطاقه السلبيه اللي جوايا. فسواء شخص او عاده او حاجه بتعملوها او مكان بتروحوه بيخرج منكم الطاقه السلبيه، اعملي ده وكرريه بقى، هتلاقي نفسك بقيتي احسن باذن الله. وطبعا ادعي دايما، قولي ربنا يفك كربك، وادعي ربنا انه يريح قلبك،
يعني كلميه كده، كلميه من غير رسميات، قولي له اللي مضايقك واحكي له انا بحس ده بيريحني برضو جدا. فاعملي كل ده وربنا يفك كربك يا حبيبتي ايا كان هو ايه.